تطوان الحسيمة كونت واحد الفرع اللي ماشي يكون تحت اللواء الفيدرال ديال الناشرين للصحف، وهذا اللي وهذا الفيدرال الناشرين للصحف هي بالنسبة في الحقيقة محامي كبير لهذه المجموعة لهذه المؤسسات، ومسحضة طنجة وتطوان والحسيمة بهذا الفرع هذا اللي مش يكون فيه مجموعة المعطيات اللي متعطى تكوين الصحفيين والدفاع عنهم في جميع مصالحهم سواء كانت مالية أو إدارية أو غير ذلك. مجموعة من الإشكالات تم طرحها خلال الجمع العام التأسيسي من طرف ناشري الصحف، كيف يمكن أن تجمل لنا هذه الإشكاليات وماذا يمكن للفيدرالية أن تقدمه في هذا الصدد؟ وفي الحقيقة احنا ما يمكنش نحكموا على 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 المستقبل ونقولوا بان الفيدراليه ما استعملنا وما استفعلنا، انما حنايا سندافع يعني بكل ما لدينا من قوه على هذه المعطيات اللي تقدموا بها الاخوان في الصحف الالكترونيه، وهذه لان الحق يؤخذ ولا يعطى، ولهذا حنايا ماش ندافعوا على القضيه هذه يعني وماشي غير حنايا، راه كاين دابا تقريبا اربعه المدن اللي عملوا هذه الفروع هذه باش نتكتلوا وندافعوا على الحق المؤسسة. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.